شهدت العاصمة الرباط تنظيم حفل خصص لإطلاق مشروع متحف حميدو احتفاء بذكرى الممثل المغربي العالمي حميدو بن مسعود. المشروع جاء بمبادرة من أربلة الراحل السيدة فاطمة الشمالي، ويقوم على تحويل منزل هذا الفنان الكائن بالمدينة العتيقة بالرباط والذي يعود إلى 90 سنة مضت إلى متحف يحفظ ذاكرة ممثل مسرحي وسينمائي عبقري لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية. أولا ما أقوم به أقوم به عن حب، أقوم به كزوجة وكمعجبة بالمسار الفني للراحل الذي شاركت معه الحياة لمدة 15 سنة، ولدي تقدير كبير لأعماله وإنجازاته الفنية، وكنوع أيضا من العرفان للحياة التي قدمها لي خلال هذه السنوات 15. المنزل من المرتقب أن تنطلق أشغال تحويله إلى رواق متحفي في شتنبر المقبل، وسيضم 3 قاعات مخصصة للأفلام الطويلة للراحل حميدو، ومنها للا حبي لمحمد عبد الرحمن التازي، ولكونفوا دو لابور لويليام فريدكن، ولافي لامور لامور لكلود لولوش. ومن المرتقب أيضا أن يتم إعداد كتاب حول حياة وأعمال هذا الفنان المغربي الأصيل من طرف الناقد السينمائي أحمد سجلماسي، يعرض منجزات الراحل حميدو ذي الصيت العالمي، وكذا بعض الشهادات والتصريحات بما في ذلك شهادة المخرج السينمائي الفرنسي كلود لولوش. بالموازاة ذلك كان هناك اشتغال على كتاب. هذا الكتاب شنو الغاية منه؟ الغاية منه هي حفظ الذاكرة ديال حميدو، اللي هي جزء من الذاكرة الفنية المغربية. واحد الفنان اللي عطى على امتداد تقريبا ما يفوق نصف قرن، نصف قرن من العطاء، على مستويات عدة، على المستوى المسرحي، على المستوى الإذاعي، على المستوى التلفزيوني، وعلى المستوى السينمائي بالخصوص. الحفل الذي تميز بحضور عدد من الفنانين المغاربة من قبيل يونس ميغري ونادية النيازي ومحمد عبد الرحمن التازي وآخرين، كان مناسبة لاستحضار رمز من الرموز السينمائية المغربية والعربية، وفرصة لاسترجاع بصماته على فيلموغرافيا تتكون من أكثر من 50 فيلما طويلا وتلفزيونيا.